انت بتغني عمرو دياب جه من بورسعيد، ايه صحيح. حكايه بورسعيد والموهوبين؟ البحر بيخلي الناس البحر فنانين، بيخلي الناس تغني حلو يعني. ده حقيقي. وزي ما اتفقت مع حضرتك ان بورسعيد بلد ليها خصوصيتها جدا، جدا خصوصا انه احنا في بيوتنا سمعنا كتير حواديت الحرب والتهجير وكده، طبعا طبعا والبورسعيديه سابوا بورسعيد، عاشوا في مصر كلها ورجعوا بثقافات مصر كلها، صحيح انصهرت في بورسعيد من اول وجديد. صحيح. فاستاذ عمرو دياب بورسعيدي، الموسيقار هشام نزيه بورسعيدي، استاذ طبعا محمود ياسين بورسعيدي، وانا صحيح، بورسعيدي. ناس كتير وانت بورسعيدي طبعا. بس الاسماء دي مش ملهمه، بالذات عمرو دياب في الغنى جدا ما جدا، حسيتش ان انت، طب والله الحلم ممكن يعني ده حقيقي. ممكن يحصل. وهو لو في نموذج بيقول للناس انه اللي بيصمم على حاجه بيطولها فهو عمرو دياب. يعني بتغني لعمرو دياب؟ طبعا. طب يلا دندنه كده، يا سلام. الله، ناخد الفال برضو ايه يا رب. آه تيرارا، تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي؟ خلاص ما بقينا اتنين، طول عمرنا عايشين روح واحدة دلوقتي، خلاص بقينا روحين. تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي؟ خلاص ما بقينا اتنين، طول عمرنا عايشين روح واحدة دلوقتي، خلاص بقينا روحين. وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى عشنا لنا يومين. الله 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 الله، شكرا يا اساتذه. يعني شفتي فرقه شاطره ازاي؟ دول مش ناس عاملين جميله بروفات والله على ده. شكلي هروح اغني معاهم انا ده يعني. لا ناس جميله.